شلون ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي قلت نطيح رواتب، نطيح في حدود 4.5 مليون رواتب موظفين، 1.5 مليون مال متقاعدين، تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعية، 100,000 امرأة أرملة، بطاقة تموينية، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هذا الفقر هم كذبة. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعرفانة عشان نطلع العيشة، يعني علاقة نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانة يومين نطلع 7,000 دينار، نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون. واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار، ونودي زلم الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرسته وادور انا عيشة. هذا الفقر هم كذبة.